ونضع عليها كمان 100 كشافا من الضوء، لان ده بيؤكد ان هذه النماذج الايجابيه اللي بتعمل الخير مش كده وبس كمان، ويبقى عندها فكره الامانه، الامانه الشديده مع كل مشاكل الحياه وصراعاتها وصدماتها ومع المتاعب الاقتصاديه. بعض الناس احيانا بيحبوا جدا انهم يبرروا لانفسهم ما يفعلونه، يعني اقول لك والله ده الحياة صعبة وبتاع، وايه يعني ده، يعني ده انا لقيتهم وده يعني بعتهم لربنا. يعني بعض الناس حينما يجد اموالا يرفع شعارات ويستخدم تعبيرات من هذا النوع. لا، محمد جمال اللي معانا، محمد جمال فرغلي، ونموذج لمواطن امين جدا خير جدا، كان لابد ان احنا نجيبه ونحييه ونسلط الضوء على ما فعله. محمد اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. محمد، اولا انت كام سنه؟ انا عندي 23 سنه. اتعلمت خلصت حاجه ولا ما كملتش؟ معايا دبلوم. معاك دبلوم. واشتغلت عامل امن على طول في مستشفى الشيخ زايد ولا اشتغلت قبلها؟ اشتغلت برضو في العاشر من رمضان. اشتغلت من بس اول ما جيت القاهره اشتغلت في مستشفى الشيخ زايد من 2013. دي انت منين اصلا يا محمد؟ انا من المنيا مركز ملاوي. المنيا مركز ملاوي. طبعا كل مصر هيفخر بمحمد، وفعلا يا جماعه افخروا بجد. في ناس يمكن ان تجد اموالا، وزي ما بقول لكم يقول لك ده خير يا ربنا بعته لي، مع انه ده ممكن يكون فلوس مريض زي في الواقع اللي محمد هيقولها لنا هيتعالج بيها، او يعني حد هي بالنسبه له هي طوق انقاذ حياته يعني. وهنشوف محمد هيقول لنا على القصه، وده صوره محمد مع وهو امامه الفلوس اللي عثر عليها. محمد، قبل ما نشوف الفلوس، حكايه الفلوس برضه، انت كأي شاب يعني عندك بتبدأ حياتك. انت لسه ما اتجوزتش مش كده؟ لا لسه طبعا. بتبدأ حياتك وبتقول هبدأ حياتي خطوة خطوة يعني. لو سألتك مرتبك كام؟ مرتبي يعني في حدود قليل، يعني حوالي 1000 جنيه. 1000 جنيه. وانت بتروح وتيجي يوميا، ساكن فين؟ الشركة واخدنا سكن قريب شوية يعني من المستشفى. قريب من المستشفى. يبقى محمد مواطن بسيط جدا، مرتبه 1000 جنيه. انا بهتم ليه بالعامل الاجتماعي والمعيشي، هي الامانة امانة، لكن علشان اشوف كمان ما هي نقاط ضعف البشر ايه. ما هي احيانا يقول لك انا والله انا ما عنديش فلوس، او الفساد الصغير اللي بيرتكبه بعض الموظفين الصغار، احيانا يقول لك ايه تم الكبار بيسرقوا، واحيانا يقول لك انه طب انا باخد كام، يعني يبرر لنفسه ذلك يعني. محمد قول لي بقى، انت اولا في مستشفى الشيخ زايد بقى لك قد ايه كحارس؟ انا ساعه ما جيت مستشفى الشيخ زايد كان من حوالي سنه 2013. 2013، بقى 5 سنين فيها يعني. بس سبتها، رحت جديت خدمة عسكرية وبعدين رجعت على الشغل تاني المستشفى. طيب بس انت هنا بتشتغل مع شركة امن. هي اللي بتوديك المكان اللي هي عايزاه. بس هم مختارين يعني اللي انا ابقى في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، المشرفين بتوع الرؤساء يعني. انت على سجيتك وبساطتك وتلقائيتك يا محمد، وده اجمل ما فيك يعني. الله يخليك. الله. قول لي بقى انت ايه اللي حصل انك تلاقي مبلغ يعني 100,000 جنيه، ومبلغ كبير، لقيته ازاي وعملت ايه؟ انا مسؤول تامين الدور الخامس قسم امراض الدم وزرع النخاع بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، وانا بمر قعدت في الدور، فبعد انتهاء العيادة عدة أمراض الدم عندنا، العيادة سبت واثنين واربع، ده كان يوم سبت، فبمر قعدتي بعد انتهاء العيادة لأن العيادة بتبقى زحمة كتير طبعا. فبمر قعدتي على الغرف وكده، بتقعد تبص على الغرف كلها كده ايه، بشيك يعني. فبمر كده وبتلفت على
مداخل السلم وفي الاستراحة وكده يعني. فأنا لقيت شنطة محطوطة تحت في ريح الكرسي بس على الأرض يعني. فالصراحة قلت يمكن بتاعت حد من الدكاترة. أنا في الأول قلقت منها، قلت ممكن يكون حد سايب فيها حاجة، بس قلت مين هيجي يأذي مستشفى زي كده، وبالذات في الدور ده بالذات. فأنا كأمن لازم أفتح وأشوف فيها. فاخدت الشنطة وحطيتها على الكرسي اللي في الاستراحة، مفتاحها لقيت فيها فلوس فخمة، نظام متينات كلهم. وشكلهم كانوا لسه مسحوبين من البنك، عشان كان فيهم وصال البنك المصري لتنمية الصادرات، مبلغ وقدره 100,000 جنيه. عرفت اللي دول فلوس مريض كان جاي يعمل عملية ومالوش تأمين أو ما ينفعش يتعمل له قرار، فهو حب يستسهل ويعمل العملية على حسابه يعني، عشان يسرع في علاجه وكده يعني. طالما جايب فلوس كده كاش معاه، يبقى جاي لمم الفلوس دي يعني عشان يعمل عملية. يبقى يعني عشان ايه بالظبط كده؟ فقلت طبعا هو جاي نسيهم يعني، ومبلغ زي دويت، قلت يمكن مع المرض وبتاعه وكده. فانا ما سمليتش حد حواليا، وطبعا الكاميرا ما فيهاش، الاستراحه ما فيهاش كاميرا، الكاميرا في مداخل المستشفى وفي الترعه والاستراحه، وما فيش يعني لو حد كان خد الشنطه في اسانسير وفي سلم كويس، اللي انا مريت بمر في الوقت دويت يعني في كل وقت. فالمهم خدت الشنطه وما ترددتش، رحت على مدير الوحده، الدكتور مدير الوحده، دكتور زكي مدير الوحده. دخلت عليه المكتب جوه العياده، قلت له يا دكتور انا لينا الشنطه ديت في الاستراحه. فالدكتور زكي ما ترددش، قال دي فيها مبلغ كتير يعني، اكيد يطلع كتير. فهو رن على السيد المدير العام للمستشفى الدكتور حازم توفيق الفيل، وانا رنيت على الامن الداخلي والامن الخارجي بتاع الشركه، وطلع الدور والدكتور حازم عمر اللي احنا ننزل بالشنطه المكتب. فعلا نزلنا بالشنطه مكتب السيد المدير، وبعد ما نزلنا دكتور حازم طلب نتاكد ان الفلوس تكون حقيقيه ولا مزوره. الفلوس حقيقيه ومسحوبه من البنك، وطبعا الدكتور حازم امر اللي احنا نحطها في عهده الامن لحد ما يجي الامن الداخلي، لحد ما حد يجي يسال عليها. وما نقولش مثلا دي احنا لقينا فلوس، عشان ممكن حد يجي يقول لك دي بتاعتي. يقول لك دي بتاعتي. ففعلا الراجل جه قبل المغرب كده بشويه يعني، جه بيسالني انا كفرد امن الدور. هو اتصل برضه قبل بيجي، رديت عليه انا من مكتب السكرتاريه، قلت له فعلا تعالى بقى مواصفات الشنطه وكده عشان نتاكد يعني. قلت له المواصفات ايه؟ قلت له انت فلوسك حلال، وعشان انت الله اعلم جيبهم منين، تعالى خد شنطه. جه الراجل خد شنطته وما كانش مصدق اللي هو لقى الشنطه، ونزل لمدير المستشفى والامن الداخلي والامن الخارجي بتاع الشركه. ويعني الراجل اللي اتبسط اللي هو لقى الشنطه، وكان عايز يعني يكافئني. الامانه كان عايز يكافئك. بس انا الحمد لله رفضت، لان ده انا معود كده ما اخدش حاجه من حد، ويوم ما اخد من فلوس مريض جاي يعمل زرع نخاع، فانا رفضت الحمد لله. والله يا محمد انت حاجه جميله يعني. رغم ان يعني احيانا لك ان في نسبه معينه بيتم الاتفاق عليها بياخدها من يعثر على مبلغ، لكن انت قلت انا ما اخدش حاجه خالص. وكمان لانها فلوس مريض يعني. فلوس مريض. انا معايا الاستاذ سعيد اهوت، هو ده صاحب الفلوس اللي انت يعني اكيد عدت اليه الحياه من جديد، لانه هو يقول لنا يعني. استاذ سعيد اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. الو. استاذ سعيد قول لي انت هنا، كنت واخد الفلوس بالفعل زي ما بيقول محمد علشان تعمل بيها العمليه، مش كده؟ ابني كان بيعمل عمليه، لما لقيته هيتاخر في الدور العادي قلنا نزل على حسابنا على اساس نفرغ، علشان ابني قاعد من الشغل بقاله من شهر يناير. ابنك اللي كان هيعمل عمليه؟ ايوه. فكانوا في المستشفى طالبين 200,000 جنيه، فانا خدتهم عشان اوردهم، قالوا لا احنا بناخد 100 دلوقتي وبعد فتره بناخد ال 100 الثانيه. بقت ال 100 دي معايا في الشنطه. الو؟ بقت ال 100 الثانيه معايا في الشنطه.
ف داخل على العياده العياده اللي هي بتاعت الدكتور زكي، بنتكلم معاه على موضوع الاجراءات يعني وحاجات زي كده وبتاع. وكان معايا اولادي، انا كان معايا ابني وكان معايا بنتي. فانا كنت سيبت الشنطه ودخلت عشان اكلم مع الدكتور زكي، وخرجنا ومشينا وماشيين. انا اتكلنا على مشيتوا كده بقى ونسيت الشنطه. هي المشكله ان احنا اتكلنا على بعض، انت واخد بال حضرتك؟ يعني انا افتكرت ان ابني خدها، افتكرت ان بنتي خدتها. وبعدين ما جينا وصلنا البيت، فين الشنطه يا ولاد، فين الشنطه، بيت الفلوس بقى عشان نشوفها وبتاع. الشنطه فين، الشنطه فين؟ رحت ما مش موجوده، رحت متصل بالمستشفى، اتصلت بيهم. طب اول ما لقيتش الشنطه بقى هنا، شعورك كان عامل ازاي يا عم سعيد؟ ما ربنا ما يحطك في مكاني في الموقف اللي انا كنت فيه. انا الله يعلم، الله يعلم احنا مجمعين الفلوس دي ازاي. انا راجل على المعاش وابني بيشتغل في قطاع خاص. فهنا يعني الفلوس ضاعت، يعني بقى يعني شعور قاسي جدا يعني. طبعا ما عندكش فكره يعني. فرجعنا جري يعني. وطبعا اللي بتضيع منه فلوس كمان يعني بيفقد الامل انه يلاقيها، بيلعب في الاحتمالات بقى، احتمال بقى يبقى ايه، ان الاقي حد يعني ابن حلال يقف لي كده في النص يعني. طبعا طبعا سيادتك، ان يعني الشخص ده ما عندكش فكره، ده له اثر في حياتي الى مدى الحياه، وهيبقى على بالنسبه برضه لاولادي، وهيبقى ده يعني شكله قدام مني ده مش هنساه طول عمري. الراجل رفض كمان ان ياخد اي حاجه الامانه، رفض 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 بيت يعني. والله ربنا هيعوضه محمد، لان طبعا الامانه وفعل الخير بهذا الشكل، لان زي ما بيقول عم سعيد هنا، احنا مش عارفين دبرنا الفلوس دي ازاي يعني. فعشان كده ومحمد يعني نموذج للبساطه والتلقائيه والعفويه. ربنا يكرمك يا محمد. الله يخليك يا سلام. بعد كده طبعا لما لقيت الفلوس اتعاملت مع محمد ازاي بقى يا استاذ سعيد؟ طبيعي انا يعني هوضح، هو يعتبره زي ابني، لان هو من اول طبيعته تقريبا سعيد، طبيعته على بيضح ان هو على سجيته، راجل انسان طيب وطيب، حتى بمعاملته مع الناس وهو كفرد امني موجود، حتى طريقه كلامه مع الناس كلامته شكل جاي بقى يعني على طبيعته خالص. يا جماعه من فضلكم استنوا شويه، يا جماعه من فضلكم زحمه هنا انزلوا تحت شويه، يعني عمره ما بيكشف حد، ولا عمره بيبان زي بقيه العيادات يروح قافل الباب ولا ساكت الباب ولا ابدا. يعني انسان بصراحه بالامانه، انا مش عشان الموضوع ده معايا، يعني سيادتك ممكن تتكلم مع اي حد من اللي بيروح العيادات ده. وبعدين برضه الله يكرمه الدكتور زكي، فتح العياده سبت واثنين والاربع، الناس تروح تستفسر عن كل حاجه. متابعه بدون متابعه مجانيه. محمد حتى بيقول رفض انه ياخد، يعني انت واضح حبيت. ايوه طبعا، ومن حقه ومن حقه. ومن حقه رفض. بقول لسيادتك حتى الراجل ان هو قلت له طب انت ما حلفت مش هتاخد، طب انا في مره ثانيه يعني هخليك في مره ثانيه او هخلي ابني يديك. قال لي لا ده ولا ده ولا ده. انا اللي هو حلف ان ما هياخد، قلت له طب خلاص هخلي انا ابني يديك يعني. انا ابني عموما يا سعيد، يعني انت تعبت جدا عشان تجيب الفلوس دي، وبتتعب على ابنك المريض ربنا يشفيه. و يعني يبقى فيش الشهامه والمروءه والامانه عند موظف مصري بسيط مرتبه 1000 جنيه يا جماعه. يعني كان يمكن هنا نقاط الضعف عند البشر بتستيقظ في لحظات من هذا النوع يعني، لكن تظل الامانه هي الامانه، واللي متربي على الامانه وعلى الاخلاق، واللي بيكرس هذه المفاهيم اللي بتنتشر، لانه الناس ممكن تشوف بقى محمد، تشوف محمد ببساطته ولم يطمع ولم يطمح ولم يسيل لعابه، ولا قال لما ياخد الفلوس ايه يعني ده جات لي، لا كان كل تفكيره انه دي اكيد فلوس مريض محتاج يعمل بيها عملية يعني. محمد انا بشكرك تاني على الهوى. الله يخليك. وانا واثق ان كل معني مش مصري بس كل معني بالخير
وبالإنسانية هيوجه لك الشكر كمان، وانت من النماذج اللي يجب ان احنا نفخر بيها. الله يخليك استاذ وائل. في زمن التافهين والسطحيين وزمن البلطجة للأسف الشديد، نموذج البلطجة اللي بينتشر اهو، انت نموذج مبهر مضاد للأمانة. محمد، عندك يعني عندك اي طلبات عايز تطلبها؟ والله انا بطلب رضا ربنا سبحانه وتعالى، يعني الحمد لله. والله يا محمد انت ربنا يرضيك دائما، وربنا يحقق لك كل امانيك واحلامك يا محمد، وثق ان شاء الله بامانتك دي وبضميرك الحي واليقظ، ربنا هيعوضك كثيرا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اشكرك يا محمد. الف شكرا. محمد نموذج مبهر، نموذج مضيء، اتمنى الناس كلها تقلده. الامانه ممكن تكون بسيطه وممكن تكون كبيره، وممكن تكون متعلقه بمبالغ ضخمه جدا، وممكن تكون متعلقه بمبالغ بسيطه، لكن الامانه هي الامانه. شوفوا محمد انقذ حياه، تخيلوا الناس دي كان ممكن يحصل لهم ايه؟ يعني يمكن ان يصيبهم امراضا جديده. وبشكرك يا استاذ سعيد، الف شكر، وان شاء الله ربنا يشفي لك ابنك ان شاء الله. في نموذج تاني قبل ما اسيب محمد ونطلع الفاصل كمان، هو نموذج للعمل الانساني عموما، والانسانيه لا جنسيه لها ولا حدود لها. الناس كمان بتتداول قصة شريف، شاب مصري في الصين، جوانزو في الصين، كان من آماله وأحلامه يعني أنه يعني يتبرع بأعضاء جسده عشان ينقذ مواطنين، يعني بغض النظر عن جنسيتهم إيه، أنت تنقذ نفسا يعني. حصلت له حادثة وحصل له فيها نزيف في المخ، والقصة بقى اللي بتحتفي وتحتفل بها الصين اللي هنشوفها في هذا التقرير قبل ما اسأل أحد أقارب شريف، هي فكرة النموذج الإنساني ده، إنه البعض يسيطر عليه، فكرة إنك تنقذ حياة الغير، إنك تشوف ازاي يمكن ان تنقذ مواطنا يحتاج كلية، يحتاج فص كبد، يحتاج الى اي من اعضاء الجسد يعني. صحيح ده تحقق لشريف بعد وفاته، القصة احتفت بها الصين الى حد انه حتى في نشرات الاخبار وفي الصحف وفي المواقع الالكترونية احتفوا بنموذج لمواطن مصري ينقذ حياة الغير بهذا الشكل. قصة عطاء تجدد الأمل في التضامن الإنساني، شهدتها مدينة جوانزو الصينية الأربعاء الماضي، عندما قررت أسرة الشاب المصري اليوناني شريف الجزار التبرع بأعضائه بعد وفاته لإنقاذ حياة أربعة مرضى تلقوا قلبه وكليته وكبده. كان شريف البالغ من العمر 37 عاما في رحلة عمل، عندما فقد توازنه فجأة في أثناء استحمامه ليسقط أرضا ويصاب في رأسه. وبعد فحص حجم الضرر في المخ، أكد الأطباء أن التدخل الجراحي لم يعد خيارا بسبب إصابة شريف بفتق في الدماغ وتوقف وظائف النظر والتنفس، ليتوفى الشاب المصري يوم الأربعاء. عقب الوفاة عرض مسؤول المستشفى على أسرة شريف التبرع بأعضائه لإنقاذ حياة مرضى آخرين، لتعلن الأسرة موافقتها على التبرع بأعضائه
وأظهرت لقطات تلفزيونية صينية فريدة وهي تنقل موافقة والدتها لإدارة المستشفى عبر سماعة هاتفها المحمول أنا والد شريف وأوافق على التبرع بأعضائه، قبل أن توقع فريدة إقرارا بموافقة الأسرة على التبرع داخل المستشفى. خلونا نسأل الأستاذ أبو بكر شعبان ابن خالة شريف الذي تتحدث عنه الصين كنموذج للعطاء الإنساني بهذا الشكل، كنموذج لإنقاذ حياة البشر. أستاذ أبو بكر أهلا بيك. أهلا بيك، إزيك أستاذ وائل؟ قل لي ما وش يعني لو عايز أخد بس نبذة شوية عن شريف. شريف في الصين بقاله قد إيه؟ شريف في الصين بقاله شهرين، كان شغال على مشروع هناك كده وحصلت له الحادثة دي. الحادثة أنا يعني سقط في البانيو أعتقد وجاله نزيف في المخ. مظبوط كده. ربنا يصبركم جميعا أهله ومحبيه، يعني لأن شريف شاب زي الورد زي ما احنا شايفين في الصور، واضح انه طموح، واضح جدا كمان انه بيحس بالغير الى حد انه يكون مشغولا بان انا يا ترى ممكن انقذ مين باعضاء جسدي يعني. اتفضل. طبعا يعني هو طبعا يعني كرم منه وإنسانية يعني ملهاش حدود بصراحة. بالتأكيد لما شريف يعني كان بين الحياة والموت هو اللي طلب ده؟ لا، هو يعني هو لما من ساعة ما فقد الوعي على طول. هو كان ذكر الموضوع ده كذا مرة قبل كده لكذا حد، ولما أخته راحت المستشفى هناك هم عرضوا عليها العرض ده، فهي طبعا قالت ان هو كان هو نفسه يعمل كده، فهي والدتها واخدوا الاقرارات منهم وانقذوا حياه الاربع اشخاص اللي هناك. اربع اشخاص خدوا القلب والكبد والكليتين. مظبوط. وده يا جماعه يعني انا عايزكم ده يعني خلينا نعيد التفكير تاني كمان لما نشوف ده في قانون الأعضاء البشرية، التبرع بالأعضاء البشرية لإنقاذ حياة الغير. يعني شوفوا شريف نموذجا، وزي ما بقول لكم الإنسانية لا تتجزأ، هو أنقذ حياة إنسان، أربعة حياتهم استمرت بعد ما خدوا أعضاء من جسد شريف، لأن شريف خلاص يعني الأطباء في اللحظات الأخيرة يعني هم يعتبرونه يعني ميتا. الراجل هنا يبدو أنه كان مهموما بالفكرة دي قبل كده زمان وبيكلم أخته فيها أنه إزاي ممكن ينقذ حياة الغير ويتبرع بقى. شوفوا بقى هنا احترام الأطباء، الانحناءة دي قمة الاحترام، بينحنوا لشريف بعد وفاته، قمة الاحترام لما أنجزه لما قدمه، هو ده اللي يبقى إنه ينقذ حياة الغير وينقذ حياة البشر، نموذج للعطاء الإنساني بلا حدود. يعني عشان كده قلنا نسلط الضوء على هذه القضية. أستاذ أبو بكر، لو البعض كده اندهش شوية وقال هو في حد ممكن يعمل كده، تقول إيه يعني؟ لأنه البعض الحقيقة هنا الإعجاب بشريف زاد بشكل كبير، ويعني ربنا يضع له هذا الإعجاب والتقدير في رصيده إن شاء الله
لكن في ناس ممكن تقول يعني هل يمكن انه يعني يصل الخير الى هذا الحد يعني، فتقول ايه لمن يمكن ان يقول ذلك؟ اقول اللي يعرف يعمل خير يعمله، واحنا كل واحد بيدور على طريقه ان هو يعمل بيها خير، وكل واحد بيعمل بطريقته، الطريقه اللي هو بيشوفها يقدر يساعد بيها، مش كل الناس تقدر تساعد زي بعض. فهو يعني لو يقدر يعمل حاجه زي دي ويدي الحياه، يعني تخيل حضرتك العائلات او الاشخاص اللي هم كتب لهم عمر جديد بسبب شريف، اكيد حاجه نبيله جدا يعني. طبعا انقذ حياه مش اربعه، لا ده عائلات يعني، لان في عائلات يمكن ان تتحطم لو فقدت عائلها يعني. بشكرك استاذ ابو بكر، الف شكر. محمد جمال كمان نموذج لفعل الخير. محمد الف شكر يا محمد، الله يخليك. اتمنى الناس كمان تعمل زي محمد. الامانه صغيره او كبيره يجب ان تقدم لاصحابها دائما وتحافظ عليها، ربنا هيديلك وهيعوضك. شريف ايضا نموذج للتفكير في انقاذ حياة البشر بهذا الشكل. بعد الفاصل القضية التي شغلت الرأي العام، قضية الطفلين والحكايات الكثيرة المتناثرة، هل قتلهما الأب ولماذا؟ آثار ولا جن وجان ولا ليخلصهما من متاعب الحياة القادمة؟ معلومات وشهادات من خلال الأقارب وشهود العيان والمحامين بعد الفصل.